تبذل. يعني فعلا الموضوع لا زال فيه. ما شاء الله حياكم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله موفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بالخيرات والمسرات والبركات. حي الله المشايخ. يا مرحبا. في عندنا رحلة إن شاء الله حتكون رحلة جميلة برفقة الأستاذ عبد العزيز الصيعري والأستاذ ياسر مزجاجي حياك الله والأستاذ يوسف بخش. إن شاء الله متجهين إلى ايش يوسف غلام؟ يوسف غلام الله يسلمك. ماشي يا شيخ خلاص. لحظة لايف خلاص. ما في مشكلة لحظة لايف. رجيتنا دول لحظة لايف. رايحين ان شاء الله الى وادي ريم. حنقابل المجموعة اللي مشوا من مكة وان شاء الله حيوصلوا الى المدينة بعد يومين تقريبا. ان شاء الله يوصلوا بالساعة. فحنروح هناك اذا نستقبلهم هناك ويعني نشاركهم الاجواء الجميلة هذه. فخلوكم معنا حنوثق لكم شيء من الرحلة. اليوم الحبيب يعني اول مشاركه له معنا ان شاء الله حتكون مستمره في قادم الايام. الشيخ ختم ما شاء الله الرحلات معي. ما يحتاج راح معي جميع الرحلات. ما شاء الله. يلا همه مباركه. بسم الله توكلنا على الله. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر طبعا حصلت معنا اعترضتنا بقعة مياه اضطرينا ننزل. بسم الله بسم الله يا رب انه يوصل. طبعا في طريق ثاني من هنا بس جدا صعب. خلاص الحمد لله وصل عدى السيارة هناك. خذونا معكم. بسم الله. ها حطير ولا ما حطير؟ الله بسم الله. مع السلامة. ها وصلينا. ها فين؟ بسم الله. خلاص مشيها قدام. يا الله يبان عندك التصوير؟ تمام. هذه هناك هي. ها كيف الوضع؟ تشوف الدنيا؟ الله يا سلام. تشوف في ناس هناك يمشوا؟ والله صراحة الطريق خطير شوي. شايفين طريقنا؟ يا رب نوصل بالسلامة. خلاص بعد الطريق هذا عندنا وادي ريم. طيب نحن باقينا الجماعة تقريبا 7 كيلو فحنطير الطيارة عشان نشوف. بسم الله. يلا مع السلامة. شوف لنا الوضع فين عندك. يا سلام. خلينا نشوف ان شاء الله. ان شاء الله يبين. هذه تشوفوا شيء ولا؟ المسافة اللي توصل لها 9 كيلومتر قلت. ما مبين شيء. يلا نشوف. شرفنا اليوم في هذه الرحلة المباركة الشيخ زبير رياض حياك الله. يا مرحبا بالله. كيف المصاعب اللي واجهتنا على الطريق؟ كان معايا واحد كنت رجعت لانه كان خاف اكثر مني. يعني انت ما كنت خايف؟ يعني انا كنت خايف شايل هم الرجعة. اه بس الحمد لله وجدنا طريق في اسفلت كذا. شافنا وقال يلا بسم وتحمس. الله كان راجع خلاص. هو كان راجع. اي والله كان راجع. والشيخ جزاه الله خير ما قصر. شكله ندم على الرحلة. ورطناه بالسيارة تمام. انا بطل لازم اعتذر من سيارته. اي نعم. لا اي لا 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 خوف علينا ان كان لدينا امير بمثلك. جزاك الله خير. لا ما شاء الله في انتم كلكم الامراء نحن وزراء. يلا بسم الله نصلي الظهر والعصر. امر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خيرات طالع النور المبين نور
نور أمن والسلام، نور حق ويقين. نشوف انه اول الناس بها اهل القران. ما شاء الله ما شاء الله يعتنوا بهذا السيره النبويه القرانيه. القران لما يتكلم عن السيره النبويه ما شاء الله اسلام هوا اسلام هوا الله 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 فين الشغل؟ هذا اخونا ما شاء الله الله يعطيكم العافيه. احلى سلطه حدوقه. يا سلام ما شاء الله الشيخ يصور هناك. ما شاء الله الشيخ يسبح. الاجواء بارده بس الامور تمشي ان شاء الله. نحن الان في احد استراحات ابيار الماشي. ما شاء الله بدأ الشغل يضبط. ما شاء الله يا سلام ما شاء الله شغل طعام القم. شغل فاخر من الاخر. ما شاء الله رحلتنا شارفت على النهاية لهذا اليوم. يا ابو احمد انا عدو الرجل.